رول 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 يلا اساس يلا انت ريفيو هاي سبيد تيك 3 هذا صح؟ ايه ليت فورسر بعض العرب للتسجيل 3 لا معلش ثواني 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 عشان هو هيطلع يبقى ايه ماكسو يلا 3 2 1 اكشن بعض العرب للتمشيه والتساهيل وبعض العرب للمعضلات وخطرها كمان مره بالكلمتين اللي انت قلتهم في الاول انه قصته بتشوف اكثر بيت ينطبق عليها قول الشاعر قصه الدكتور احمد هلال بتشوف انه اكثر بيت ينطبق عليها هو قول الشاعر اي طيب عيد اي تفضل الدكتور احمد الهلالي من الاصدقاء الاقفياء الانقياء اصحاب المواقف الحقيقيه مع الاصدقاء وينطبق عليه قول الشاعر بعض العرب للتمشية والتساهيل وبعض العرب للمخا طيب حلو يلا بيت الشعر على طول بس بعض العرب للتمشية والتساهيل وبعض العرب للمعضلات والخطر كات شكرا استاذ شباب حد يدخل ياخد كلاك معلش حد يدخل في معانا كاميرا بره احنا بس معلش تعال خد كلاك بايدك هنا خد كلاك عشان في الكاميرا اللي بره بس يلا قدام وش الدكتور لا عالي عشان الكاميرا اللي بره تسمعك عالي يلا 3 3 2 and اكشن اليوم أنا سعيد بوجودي ضمن هذا العمل الفني الذي يتحدث عن سيرة الدكتور أحمد الهلالي وأتمنى له التوفيق في حياته وختاما أقول له أنت قصة نجاح ملهمة تروى للأجيال حفظك الله وبارك جهودك كات شكرا يا استاذ تعالى بقى اخر حاجه معلش رول ستاند باي شباب الصوت بره 3 2 and action في النهاية حتى يبدأ تشكر اليوم أنا سعيد جدا بكوني جزءا من هذا العمل الفني المتميز الذي يحكي سيرة الدكتور أحمد وأتمنى له التوفيق في حياته وختاما أقول لسعادة الأستاذ الدكتور أحمد أنت قصة نجاح ملهمة للأجيال فدعواتي لك بالتوفيق في مسيرتك القادمة يلا كمان مرة أوكي كمان تعال دكتور عيدها ايه هتعدل كلمتك معاه ما أنا عارف بقولك هتعدل معاه انت هتعدل معاه هتعدل معاه تقفل على الحجز بتاعه تفتح هنا كورين كده لما تعدل معاه هنعيد الكلام ولا نمشي هنعيده كله تاني معلش ايوه كاني لخبطت انا بالاخير طيب معلش احنا ممكن انت كنت سعيت اليوم بمشاركتي في هذا العمل وعايز بس وفي النهايه ايوه ختام أي ختام او ختامه يلا 3 2 and action اليوم سعدت بمشاركتي في هذا العمل الفني المتميز الذي يحكي سيرة الدكتور أحمد وختاما أقول لأخي وصديقي العزيز الدكتور أحمد الهلالي أنت قصة نجاح ملهمة تروى للأجيال فبارك الله جهودك ونفع بك ووفقك لكل خير
يلا كم مرة كات تعال دكتور خلاص البوزيشن بتاع الدكتور مظبوط وقفته مظبوطة تمام بالنسبة لك تشيك فوكس تمام تمام أكيد أي. فوكس على مين على أنا مش على شمال أيوه أيوه يلا أستاذ بسم الله مقدمة دكتور فارس تيك تو يلا 3 2 تفضل دكتور الدكتور أحمد من الأصدقاء الأنقياء الأبفياء أصحاب المواقف الحقيقية وأقرب وصف ممكن أن يقال في حق الدكتور أحمد قول الشاعر بعض العرب للتمشية والتساهيل وبعض العرب للمعضلات وخطرها برافو خلي زي ما انت هنعيد بقى كمان مرة البيت بس بتقولوا على الشطر الاول هنا والشطر الثاني هنا التفت كده ايوه ولا لف بجسمك لا 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 ما تلفش بجسمك بوشك بس بوشك بس يلا 3 2 and بعض العرب للتمشية والتساهيل وبعض العرب للمعضلات وخطرها برافو هنعيدها كم مرة من غير ما تجيب عينك عندي طيب خليك على العدسة ثابت على الكاميرا اي كم مرة من هناك لهنا وخليك عينك على الكاميرا بس ثانيتين بس بعد ما تخلص ساكت يلا 3 2 بعض العرب للتمشية والتساهيل وبعض العرب للمعضلات وخطرها كات شكرا سيس كات مقدمة دكتور فارس تيك وان كات 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 وش فيه حدثنا عن فارس تيك ثري شو زي مكان أول كده تعبير أيوه بسم الله تفضل تكلم لنا عن إدارة أحمد في الوقت والمحام الدكتور أحمد كان عندي حقيقة من خلال معاشرة الرجل ومرافقته في السفر كنت ألمس فيه يعني جوانب عديدة من الجوانب المهمة التي كنت يعني أنا طيب ما عشان أقف لحظة خليك زين لا طلع السلاح هي كانت صحة فك يديك عن بعض لا عادي خذ راحتك بقى خلاص انت يديك سهل انك تتحرك يمين يسار ضربة واذا قدرت تتحدث بسجية احسن يلا تكون مختلفة الكلام ما يكون في مختلف عن اللي قبل بالطريقة احسن خلاص؟ يلا 3 2 and تحدث لنا عن إدارة أحمد في الوقت والمحام الدكتور أحمد من خلال معاشرتي له ومرافقتي له في أسفار عديدة واجتماعي معه في جلسات خاصة لمست فيه يعني بعض الصفات التي يعني قلما تجتمع في شخص يعني الرجل صاحب همة عالية يدير كثير من الأعمال يدير كثير من المهام في وقت واحد وبجودة عالية أذكر لك على سبيل المثال كنا يعني ندرس مرحلة الدكتوراه في المدينة وكنا نسافر أسبوعي ذهابا وعودة خلال السفر ألمس في الرجل عدة أمور يعني غير الدكتوراه أنا شخصيا كل تفكيري منصب في مرحلة الدكتوراه والدراسة والبحث والمراجعة وأوراق العمل وكذا كل تركيزي منصب في هذا الاتجاه أحمد لا يعني أكثر من أمر يعني كان لديه
وقتها في نفس التوقيت يخوض انتخابات الأندية الأدبية كانت على مستوى الوزارة وترشح فيها، وكان مهتم واتصالات وكذا ومتابعة. أيضا كان لدي في نفس الفترة ثلاثة كتب، يعني كان ديوان شعري أصدر ديوانه الأول تقريبا 2013 رفيف رئة. أيضا كان يعمل على تحقيق ديوان لشاعر جاهلي، أصدر كتاب لاحقا ديوان لقيط من زرارة الدولة. أيضا كان يعمل على رواية، كانت أول رواية يعني أول عمل يعني يخوض تجربة العمل الروائي، رواية التي صدرت يعني لاحقا كانت بعنوان سدرة المنتهى. فدراسة، انتخابات، تأليف إبداعي وتأليف نثري وتحقيق كتاب. أضف إلى ذلك كان يبني في بيته يعني يعمر، ومشغول بالعمال والتزامات العمال وطلبات العمال وكذا. أضف إلى ذلك كان مهتم بموضوع القبيلة والإخوان، كان ما يحدث بينهم من صلح وخلافات أسرية وعائلية، وكان على تواصل معهم مباشر خط ساخن، ويوجه وينصح ويقرب وجهات نظر وكذا. أضف إلى ذلك يعني أكبر حدث في تلك الفترة الزواج، وهذه الطامة الكبرى يعني فاجأني يعني بعد هذه المهام قال أنا سأتزوج الثاني. فنسأل الله أن يوفقه ويبارك في عمره. هذه الصفات قل ما تجدها في شخص. أنا أتحدث عن نفسي لا أستطيع التركيز إلا باتجاه واحد. فدكتور ما شاء الله صاحب همة عالية، صاحب عزيمة، صاحب إصرار. فنسأل الله أن يبارك له ويوفق له خير إن شاء الله. معاشرتك له متزوجة ثلاثة وزواج. بعد سؤالك ده ارجع لنا للسؤال اللي هو بتاع الحادث اللي صار في رجعتهم المدينة. خلي الدكتور يعيده مرة تانية بشكل تاني. ارفع لي الكاميرا، خليك زي ما انت عارف زي ما انت رول. ارفع الكاميرا فوق شوية، ارفع لي الكاميرا فوق شوية. انتوا ما عليك انت تتكلم، حط سؤالك مع الدكتور عبل ما انا اظبط. ايه ارفع 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 ارفع. يعني يقول اصلا ما يصير. حط على الكاميرا الثانيه. ايوه كده انت حطيها عشان لما يرفع هو انت كده انت كده بره. اوكي يلا اتفضل. 3 2 اكشن. حدثنا عن الموقف وانت مراجعين من من المدينة للطائف حادي. أذكر من المواقف يعني اللي مرينا فيها خلال رحلتنا من المدينة للطائف بشكل أسبوعي. تعرف مواقف الطرق، مواقف الطريق تحدث للمسافر أو الطبيعي. فالعادة إنه دكتور أحمد ما يقود السيارة، أنا أكفيه القيادة هو يكفيني في التصريحات، فهو يصرح في أي اتجاه. فكنت أستمتع أنا بحديثه وسواليفه، أنا أقود السيارة وهو فقط يتفرغ للسواليف. وكنا نتحدث في كل أمر، نتحدث في شأن رياضي، في شأن فني، في شأن إبداعي، ما شاء الله تجد الرجل يعطيك في أي اتجاه. كنت أنا أستمتع حقيقة بحديثه وكنت أكفيه القيادة. في أحد الليالي صادف سبحان الله هو اللي كان يسوق. ما طلعنا من المدينة مستعجلين كذا، فكانت كان هو اللي يسوق. قطعنا مسافة في الطريق طبعا منتصف الليل الساعة واحدة ليلة أو نصف. طبعا أنا كنت منشغل شيء والله نسيت ما أذكر تفاصيله، لكن كنت منشغل يبدو لي بالجوال أو شيء يعني ما كنت مركز معه. فجأة سبحان الله السيارة كانت تسير بسرعة عالية جدا، كان فوق 140 إلى 150 في المسار الأيسر. فجأة انحرفت السيارة خارج الطريق، يعني خرج الإطارين اليسار أخرجها خارج الطريق تماما. أنا طبعا ذهلت من الموقف، يعني موقف مفاجئ، وأنا كنت يعني غافل يعني ما كنت مركز معاه في الطريق.
أول ما تبادر ذهني سرعة الموقف إنه نام، فوقعت إنه كان نام، فمديت يدي على طارة السيارة قلت لعلي أمسك أو شيء، فكان رد فعله بكل هدوء وكل برود يعني قال لي ما عليك ما عليك، فكأني يعني ارتحت شوي كده، حسيت إنه صاحي مركز، فتلافى الموقف بكل هدوء. طبعاً إيش اللي حصل؟ إنه ضرب الكفر الخلفي بعد سمع الصوت، أنا ما انتبهت طبعاً إنه ضرب كفر أو شيء، ما حسيت إلا السيارة انحرقت، فهو انتبه إنه الكفر ضرب الخلفي، فنزل بالسيارة بهدوء، نزل الإطارين اليسار حتى السيارة تأخذ راحتها في الوقوف، وفعلاً أوقف السيارة بكل احترافية ما شاء الله وبكل هدوء، وأنا كنت منزعج يعني صراحة، تفاجأت بالموقف، لكن الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، بدلنا الكرار. فهذه من الأمور اللي مرت علينا. طيب في دائما بين الأصحاب والأخوان احنا نكون مثل دعاءات مرتب قدام شوية يعني في موقف طريق اللي يقول الصلاة من الصلاة يقول لنا الأشياء الطيبة. طيب جاهزين؟ ايه تفضل كمل الاتوبيس. عطنا من المواقف الطريفة. من المواقف الطريفة أذكر طبعا الدراسة يتخللها يعني كثير من الضغوط النفسية والمشاق وكذا، والإنسان يكون وقته جدي أكثر من يعني الطرفة أو الدعابة أو كذا. كنا نسكن سوا وجلستنا سوا، بس كل واحد كان منا في غرفة مشغول يعني بقراءات ودراسته وكذا، يعني الجو جو علمي يعني جو دراسة، فنجتمع أحيانا على الأكل وأحيانا على نصلي سوا وكذا. أذكر من المواقف الطريفة كنا نصلي صلاة الظهر أو العصر، إحنا طبعا مسافرين نقصر الصلاة نجمع ونقصر، فكنت أنا الإمام يعني تأخر هو كان يتوضأ أو شيء فصليت أنا، فجاء انضم معي في الصلاة مأموم، أنا إمام وهو المأموم صلي، فصليت ركعتين وجلست التشهد. أثناء التشهد خلاص أنا قريب بسلم خلاص ركعتين، الرجل وقف قام أخذ دور الإمام، ف يعني موقف صراحة أنا ما قدرت أتمالك نفسي، قمت معاه طبعا أنا ارتبكت الحين ما عاد ندري الإمام مين. طبعا الرجل كان يعني يبدو لي كان مسرح وكان ما هو مركز في الصلاة معي، لخبطني ولخبط الصلاة، طبعا ما قدرت أتمالك نفسي ضحكت مباشرة خلبت الصلاة، فاضطرينا نعيد الصلاة مرة أخرى وضحكنا، وفي النهاية قلنا كل واحد يصلي واحد. فأنا من الأشياء الطريفة المواقف العجيبة. دائما في مرض بين الأصحاب، يعني أنا لما كنت مع أخويا كنا أقول أنا كبير أنا الشيخ أنا ولدالي فلان أنا ولدالي، فيصير يحاول إنه من باب الدعابة يعني زي إذا جيل مدخل باب يقول لا تدخل باب ترى أنا من بين هلال. هل قد صار بينكم زي هذا المواضيع؟ لا أبدا. الدكتور أحمد يتعامل مع الصديق أو مع الزميل بكل احترام وكل تقدير، هذا ما لمست في الرجل يعني ابدا، لا يمكن يعني انه يتعامل معك بانه اكبر سنا او اكبر علما او كذا، بالعكس كانت فيه صفات ايجابيه، كان ياخذ رايك في كل صغيره وكبيره، بما اننا يعني اصحاب سفر وسفر مستمر يعني اسبوعي، فكنا نتشارك في كل التفاصيل حتى في الاكل والشرب، يعني لا يمكن الدكتور يستاثر برايي او يتخذ قرار، دائما المشاورة والمفاهمة بيننا يعني حاضرة تماما، وهذا ما لمسته في الرجل حقيقة، ويحترم رأي الزميل ويحترم رأي الصديق معه، ولا يمكن أن يحدث منه أي شيء يكدر خاطر صديقه أو زميله، بالعكس يعني لمست هذا الجانب فيه كثير. صح الدكتور بيتشيب، الدكتور أحمد من الأصدقاء القلة طيب هو أفهم دي الحتة دي معلش، لأن أنا أحتاج إجابته ليك بشكل فول كامل، أنا الكادر اللي عندي أنا محتاج دي لازم أخذها لك، ناخد كات كات يلا انترفيو الدكتور تيك تو.
عن الدكتور اللي تكلم معك شان الدكتور الجامعة تكلم معك مع الدكتور عن التعدد عن يعني رغم انه كان رسمي جدا. طبعا الدكتور احمد يعني لديه صفات تقريبا قلما تجدها في اي شخص اخر. رجل يجمع بين العديد من المتناقضات. ان صح التعبير يعني رجل يجمع بين العديد من المهام. يعني دراسة، عمل، أسرة، قبيلة، مهام أخرى. من الأشياء الطريفة اللي أذكرها كنا راجعين من المدينة في الطريق وطوال الطريق إحنا سواليف عامة عادية ما في أي شيء يعني في ذهن الرجل إلى أن وصلنا الطائف أو قريب الطائف تقريبا فقال لي أنا بعطيك يعني شيء معلومة فاستغربت قلت خير إن شاء الله قال لي ترى أنا نويت الزواج أو عزمت على الزواج طبعا أنا أفكر الرجل يعني يمزح أنا عارف أن الرجل عنده زوجتين سابقة قلت له ثالثة قالت ثالثة أنا ما أخذت الموضوع بجد لأني أعرف هو عنده الأسلوب الهزل هذا والمزح كثير يعني فقلت يا شيخ خلينا نروح ننام بس قال والله ما أنزح تكلم جد تسألك بالله أنت صادق ولا تمزح ولا لا صادق أنا رجل عقدت عقدت وين عقدت إحنا عاقدين على الدكتور أنت عاقد وين على زوجك أنت كيف قال لي عموما هذا اللي حصل أنا رجل عقدت والزواج قريب إحنا تونا منتهين تقريبا من الدراسة المنهجية أمامنا كان فيه يسمى الاختبار الشامل كان مرحلة يعني حساسة الدكتوراه ويحتاج إعداد ويحتاج تركيز ذهن ويحتاج قراءة واستعداد جيد فالرجل دخل موضوع الزواج قلت يا رجل أنت الآن عندك دراسة وعندك اختبارات الآن وكذا قال عموما الموضوع انتهى والله إني ما زلت يعني وصلت ونزلت ما زلت شاك إنه يمزح الرجل لكن مع الوقت والأسبوع اللي بعده تأكد إن الرجل فعلا جات وفعلا تم زواجي وحضرت زواجي في القنفدة وباركت له ونسأل الله أن يبارك له في حياته وبمناسبة التعدد كان يعني أذكر يعني في اتصال حوار بيني وبين المشرف اللي كان على رسالتي كان أستاذنا الله يذكره بالخير الأستاذ الدكتور ماهر الرحيل طبعا كان مشرفي أنا وناقش أحمد ناقش أحمد في رسالة المشرف أحمد كان من جامعة خارجية فبعد مناقشة أحمد حصل بيني وبين الدكتور ماهر تواصل ودار الحديث عن أحمد ومناقشة أحمد وكذا وعصامية أحمد وجده واجتهاده وكذا فأسريت له المعلومة هذه ما كان يعرف الدكتور عنها أنه عنده ثلاث زوجات قلت يا دكتور ماهر ترى الرجل يعني من الأشياء اللي ما تعرفها عن أحمد ترى لديه ثلاث زوجات فاستغرب قال لي يا رجل ثلاث والثلاث قال الرجل كان يعني يتصف بالجدية حقيقة للأمانة كان رجل جاد في حياته عموما فتخلى عن الجدية تماما في هذه اللحظة وقال لي طيب ممكن تجيب لنا الخلطة السرية لا بد أن تحصل على الخلطة السرية من أحمد فأخذنا وأعطينا في هذا الباب من الأشياء اللي أذكرها يعني وش المواقف المؤلمة اللي عاشرت فيها الدكتور؟ كيف كان حديثه عن مراحل والله الدكتور أحمد كان يحدثني حقيقة عن بدايات حياته في الديرة كانت يعني بدايات الحياة كأي إنسان يبدأ طفولته فيها شيء من المصاعب فيها شيء من المشاق الدكتور أحمد كان يحدثني عن طفولته كانت يعني فيها نوع من الشدة نوع من القسوة بطبيعة الحياة بطبيعة المنطقة كانت الظروف المعيشية أيضا كانت صعبة والده كان يعمل في تيمة تقريبا أو كان في الأردن فترة وكذا يعني تنقل من مكان إلى مكان كان يحدثني أيضا عن
بداية التحاقه بالسلك العسكري، كان التحاق بالسلك العسكري تقريبا في عمره 17 تقريبا شيء، وكان مكره، يبدو لي ما كان الرجل يعني لديه الرغبة، كان يعني ضغط من الأهل وكذا. والدته أيضا كان يحدثني عنها بمرارة، طبعا والدته توفيت في فترة لاحقة رحمها الله، كان يحدثني عن قربه لا يعني لاحقة، يعني أنت لحقت بعد وفاة والدك. أنا عرفت بعد توفى. بعد وفاة والدي. المرحلة السابقة. أي طبعا. بس إذا تقدر تعيد. نعيد مرة. فكان الدكتور يحدثني عن بعض مراحل حياته من الطفولة، علاقته بوالدته رحمه الله. كان يعني مرتبط بوالدته ارتباط كبير جدا، وكان يحدثني عن ألم الفقد بعد فقدها، طبعا أصيبت بمرض في آخر حياتها وتوفيت، كان بعيد يعني يبدو لي كان خارج المنطقة، كان يعمل في منطقة حفر الباطن وقتها، وكان يحدثني الرجل عن مرضها وعن الظروف اللي صاحبت المرض والآلم اللي مر فيه. لا شك أنها ظروف مؤلمة لكل إنسان، هذا طبعا من الأشياء اللي أذكرها. حدثنا عن أحمد فلا زمان. دكتور أحمد بالنسبة للمواقف يعني من الأشخاص الذين يعني تلجأ إليه، يعني لا شك أن الإنسان يمر كثير من المواقف، سواء مواقف تحتاج فيها إلى استشارة أو مواقف تحتاج فيها إلى وقفة زميل أو ما شابه ذلك. أذكر حقيقة بحكم قربي منه في تلك الفترة، يعني تعرضت لموقف في وسائل التواصل الاجتماعي، يعني موقف أشبه ما يكون بالابتزاز من شخصية خارج المملكة، يعني اخترق حساباتي وكذا، وتعرضت لي يعني عملية نصب وكذا وابتزاز في آخر المطاف. كان الرجل يعني يطالب بمبالغ مالية وكذا، فكنت تحت تأثير ضغط يعني نفسي معين، فما كان عندي إلا لجوء بعد الله سبحانه وتعالى لصديقي وأخي أحمد، فتواصلت معه مباشرة وأعطيته التفاصيل، كان مستمع لكل التفاصيل، وكان يسألني عن جزئيات كذا على شكل سريع إيش اللي حصل، 1 2 3 بالتفصيل. قال لي عموما أطمئن، الموضوع بسيط إن شاء الله، اترك الموضوع عندي أبدا، الآن المطلوب منك تتصرف 1 2 3، أعطاني خطوات، طبق ما أقول بالتفصيل وترك باقي الأمر عندي، أعطيني اليوزرات اللي تتواصل معها على حسابات الرجل. فأعطيت اليوزرات، والله سبحان الله يعني طبقت مباشرة ما قاله. يعني تخيل أنا عشت فترة يعني ضغط نفسي لمدة 2 إلى 3 أيام الموقف، الرجل أنهى الموقف تماما في حدود 3 ساعات، تواصل مع الرجل يعني تواصل دولي، بداية كان محادثة وبعدين اتصال بطريقة صراحة فيها نوع من الحكمة ونوع من الذكاء، استطاع إقناع الرجل وأنه يتخلى عن الموضوع تماما، عن الموقف تماما، وكأن لم يحدث شيئا أبدا. فرجع واتصل وقال لي الموضوع أغلق تماما، انتهى. أنا ما صدقته، كيف يعني إيش اللي حصل؟ قال لي عموما الموضوع انتهى تماما، نقطة آخر الصدر، أغلق الموضوع، استمر على الخطوات اللي ذكرتها، لا تتواصل. فهذا من الطرائف اللي أذكرها طبعا، هذه مواقع التواصل لها ظروف معينة كانت في بداياتها. دكتور عنده مخزون هذا، مخزون شعري علمي، حدثنا عنه. طبعا الدكتور أحمد يجمع بين كثير من المهام في آن واحد، يعني كان عنده اهتمامات غير الدراسة، كان عنده اهتمامات أدبية، كان عنده اهتمام في التأليف، في كتابة الشعر. يعني أذكر في مرحلة الدكتوراه تقريبا 2013 أو 2014 وإحنا ندرس في مرحلة الدكتوراه، أصدر أحمد ديوان شعري، أو تقريبا ديوانه الشعري الأول رفيف رئة،
أيضا حقق ديوان لشاعر جاهلي لقيط بن زرارة وأخرج الطبع نشر. أيضا كان يعمل على رواية وهي رواية معروفة صدرت بعد ذلك يعني سدرة المنتهى. فكان يعني هذا الجهد ثلاثة كتب في مرحلة الدكتوراه. يعني أنا شخصيا لا أستطيع أن أجمع بين هذه الأمور وأتقنها في آن واحد. الرجل كان مهتم بدراسته، كان من يعني زملاء مميزين دراسيا، مبدع في مجال التأليف والكتابة وإصدار دواوين شعرية. أيضا لديه أسرة ثلاث زوجات وكذا، يعني تحتاج إلى تركيز أكبر. أيضا مما لاحظت كان مهتم بموضوع الأهل والقبيلة والجماعة وكذا والصلح بين المتخاصمين. فكان الرجل في أكثر من اتجاه، يعني كانت رحلتنا من المدينة إلى الطائف كان يتحدث عن التأليف، يتحدث عن كتابة الشعر، يتحدث عن موضوع الدكتوراه إيش نكتب فيه كنا نتناقش. أيضا كان يتحدث يعمر بيته يبني، كان مهتم والعمال وكذا وجيب كذا، يتواصل مع الأقارب في الديرة كان عندهم بعض الخلافات وكذا الصلح بين الناس. كان مرتبط بجمعية خيرية تقريبا في أضم، وكان لها مجلس إدارة وكان هو عضو معهم، وكان ينسق لجدول الأعمال وينسق لطبيعة العمل. فأنا صراحة كنت مذهول من الرجل، يعني الرجل يمتلك قدرات عجيبة في كل اتجاه. تجد الرجل ترجع تأخذ رأيه في موضوع آخر تخرجها من الجو هذا كله، تجده معك بكامل تركيزه وصفاوة ذهنية ما في أي مشتتات. سبحان الله من يعطي هذه الملكة. يعني دكتور نموذج حقيقة مشرف، نموذج للأخوة الصادقة، نموذج للقدوة حقيقة. أنا بصفة شخصية استفدت منها صفات عديدة، صفة الجد، صفة العزيمة، قوة العزيمة. هذه من الأشياء الإيجابية رأيتها في أحمد ولمستها فيه. أسأل الله أن يبارك له في عمره. أنا أبغاك تعيد المرحلة كأنها وأنتم في الطريق تفكر تزوج يبني بيت ينافس على رأس النادي الأدبي في انتخابات المدرسة بالنهار الزوجات. بس أعيدها لنا بس بيه. أنا أوفيس عند السؤال ده نأخذ كات خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. تيك وان. حياك الله يا دكتور فارس، شرفتنا والله يعطيك العافية على قبول الدعوة. احنا اليوم عندنا فيلم عن البروفيسور احمد الهلالي يتضمن سيرته مراحله كامله. حابين نسالك عن اول يوم شفت الدكتور فيه ومقابلتك ومعرفتك، حدثنا عنه. الدكتور احمد يعني من الاصدقاء القله حقيقه، اللي الانسان يعني يفتخر بصداقته ويفتخر بمعرفته. دكتور أحمد يعني تجاوزت أنا شخصيا معاه مرحلة الصداقة، مرحلة الزمالة، وصلنا إلى أكبر من ذلك. يعني أخ، أنا أعتبر أخ بالنسبة لي. أنا آسف دكتور، هنعيد بس مرة ثانية عشان صوت الشباب دول دخل معكم في بداية السؤال. نرجع من أول السؤال مرة ثانية. تفضل. حابين نعرف أول مرة شفت الدكتور فيها ومعرفتكم كيف كانت ومتى كانت؟ بداية الدكتور أحمد بالنسبة لي كما ذكرت سابقا تجاوزت معه مرحلة الزمالة، مرحلة الأخوة، إلى أعمق من ذلك وصلنا. معلش كما ذكرت سابقا أنا نلغي. المشاهد ما شافهاش فهمتني؟ معلش عشان الإعادة. معلش احنا نعتبر دي أول مرة خلاص. حضرتك تعرفنا علاقتك بالدكتور أحمد، تفضل. دكتور أحمد بالنسبة لي من الأصدقاء المميزين في حياتي، بل هو يعني أكبر من ذلك. يعني أنا تجاوزت مع دكتور أحمد مرحلة الصداقة، مرحلة الزمالة،
وصلنا إلى أبعد من ذلك بكثير، يعني أصبح توأم روح كما يسمى، أو أخ قريب جدا، يعني ممكن يعرف تفاصيل كثيرة في حياتك وتعرف تفاصيل في حياته ما يعرفها يعني أقرب الأشخاص المقربين لك. فهذا يعني في زمننا الحاضر ندرة تجد يعني من الأصدقاء والزملاء، والناس فيها خير، لكن بالنسبة لي أنا شخصيا من الشخصيات المميزة اللي تعرفت عليها في حياتي، بداية علاقتي بالدكتور أحمد كانت طبيعة عمل. في البداية كنا نعمل معلمين في قاعدة المنفعة الجوية في الطائف، فهذه هي بداية المعرفة، جمعتنا يعني طبيعة العمل. أول مرة تقيت الدكتور أذكر في كانت مسابقة، كنا محكمين، يعني هو كان في مدرسة وأنا كنت في مدرسة أخرى، فتم تكليفنا بتحكيم مسابقة إبداعية وثقافية أذكر على مستوى مدارس القاعدة الجوية في ذلك الوقت. فأول لقاء كان لي بالدكتور أحمد في تلك اللجنة، اجتمعنا سويا محكمين ومعنا أذكر زميل فاضل آخر، فكانت بداية معرفتي بالدكتور أحمد. تحدثنا في بعض التفاصيل، تحدثنا في بعض الاهتمامات، عرفت أن الرجل لديه جانب أدبي، لديه جانب إبداعي، يكتب شعر فصيح، لديه اهتمام بالتأليف والقراءة. لمست في الرجل بعض الصفات على عجل، يعني كان لقاءنا يعني بسيط قصير، لكن لمست فيه يعني الجدية الالتزام. بعد ذلك يعني تطورت العلاقة، أصبح بيني وبين الدكتور أحمد تواصل، كنت أزوره كان يزورني، إلى أن وصلنا إلى نقطة المعرفة الحقيقية. نقطة المعرفة الحقيقية كانت يعني دراسة مرحلة الماجستير، عفوا الدكتوراه، وكان يدرس مرحلة الماجستير في جامعة الطائف وأنا كنت أدرس في جامعة أم القرى، وكان بيننا تواصل لكن يعني ليس التواصل الدائم. اجتمعنا اجتماع حقيقي، وكما يقال لا تعرف الرجل حتى تسافر معه، هذه يعني مقولة معروفة. بداية الانطلاقة كانت القبول لمرحلة الدكتوراه في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، فحدث بيننا تواصل وحدث بيننا تنسيق للسفر يعني سويا للتقديم ولأداء الاختبارات القبول في البداية. فكان هذا أول يعني تجربة حقيقية يعني مع دكتور أحمد الله يحفظه. فسافرنا أذكر أول سفر كان على سيارتي يعني الشخصية، كنا طلقنا من الطائف في المدينة، فكانت من أمتع الرحلات حقيقة اللي أنا سافرت فيها مع الدكتور أحمد. أول رحلة يعني عرفت ما شاء الله عن الرجل أشياء كثير، كان كتاب مفتوح، كان ما شاء الله تبارك الله يعني من الناس اللي يمتعك في السفر، يمتعك بحديثه، يمتعك بطرحه، بعقليته، رجل متزن، رجل فيه يعني صفات كثيرة جدا. وبالمناسبة يعني أنا من خلال عشرتي مع الدكتور أحمد يعني لمست فيه صفتين قل ما تجدها يعني في بعض الناس، لكن الصفة الأهم من الدكتور أحمد صفة العصامية والجدية. رجل جاد في مواطن الجد، يعني تجد شخصية حازمة وشخصية صارمة، هذا الجانب الأول. الجانب الآخر فيه صفة التفاؤل، رجل دائما لا يحدثك عن المصائب بل يحدثك كيف تدلل المصائب، وأنا حقيقة استفدت من الرجل في هذا الجانب. رجل يبعث بنفسك التفاؤل مهما كان الأمر الذي تحدث عنه، ما شاء الله تبارك الله تجد منه أريحية تامة، تجد منه يعني إشارات، تجد منه عبارات تفاؤلية تعطي الشخص المقابل المتحدث معه إضاءة كما يقول. هذا يعني بداية العلاقة مع الدكتور أحمد. طبعاً امتدت علاقتي معه، يعني أنا أعرف الدكتور أحمد من 15 سنة تقريبا أو يزيد على ذلك. مررنا أنا والدكتور في كثير من المواقف، في كثير من المصاعب،
في كثير من المواقف الطريفة، المواقف الجدية. الدراسة هي اللي جماعتنا تعرف طبيعة الدراسة كان يتخللها كثير من المشاهد، خصوصا مرحلة الدكتوراه كانت من المراحل الحساسة. خلينا ناخذها سن سن. يعني ابغاك تتحدث لي عن يوم كنتم زملاء في المدرسة، وهل كنتم معلمين وصرتم وكلاء ولا تحدثوا عن رحلة المدرسة فقط. بالنسبة لاجتماعتنا الدكتور أحمد في مدرسة واحدة تقريبا قبل قبولنا في الدكتوراه، يعني هو كان يعمل في مرحلة متوسطة وأنا كنت أعمل في مرحلة ثانوية، فحصلت ظروف للنقل وبعض التشكيلات، فجاء باشر عندنا في المدرسة وكيل، أنا كنت وكيل أيضا، فاجتمعت أنا وهو. كان في يعني من الأشياء الطريفة اجتمعنا في مكتب واحد، يعني كان فيه في تلك الفترة شح في المكاتب داخل المدرسة وكذا، فجمعنا المدير في مكتب واحد، فاضطرينا يعني بعد فترة يعني بحكم طبيعة العمل، هو كان ماسك يعني شؤون طلابية وأنا كنت ماسك شؤون قبول وتسجيل وكذا، فكان مدير المدرسة في ذلك الوقت الله يجزاه خير اضطر إنه يفصل المكتب بحاجز حتى يعني كل منا يمارس يعني عمله أريحية وخصوصية. فأذكر كنا نحدث بعض من خلف الحاجز، كان يعني يرمي عليه بعض الكلام والملاعب، نسمع بعض من خلف الحاجز. فكان هذه من الأشياء الطريفة في المدرسة. طبعاً وجودنا في مدرسة واحدة ما يعني ما كانت فترة طويلة، كانت فترة تقريباً حدود السنتين تقريباً. انتقل الدكتور بعدها إلى جامعة الطائف محاضرة. ينقل هو كان يدرس في الدكتوراه، فأنا أبغى قبل الدكتوراه إيش اللي كان يرميها عليك مثلاً؟ إيش كان يتحدث؟ مواقف الطلاب، المدير؟ طبعاً الفترة اللي أمضيناها في المدرسة سوياً في مكان واحد أقصد كانت فترة قصيرة جداً، ممكن حدود سنتين أو أقل من ذلك. كان يتقللها بعض المواقف كذا، كنا يعني في مكتب واحد نتبادل بعض القرارات من خلف الحاجز وكذا. وكان يعني مما يميز الدكتور في ذلك الفترة كان يعني شخصية مرحة، شخصية مقبولة من الجميع، شخصية تجد له قابلية عند جميع الشرائح، وهذا قل ما تجد في شخص يعني أنه يتقبل الجميع، يقابلك بابتسامة، يقابلك بوجه طالع، تجد منه روح متفائلة دائما في الصباح، دائما خصوصا في الصباح دائما يحمل كاسة الشاي فيها. هذه من الأشياء يعني المميزة بشخصية أحمد، دائما هذه الكاسة ما تنزل منه، هو من محبين الشاي، فكنت دائما يعني أخذ أنا هو يعني على الكاسة بعض المحادثات أو القرارات. فهذا تقريبا يعني أبرز ما كان في المدرسة. ما حصلت مواد داخل المدرسة طلاب مشاكل؟ والله ما أقول لأن الفترة كانت قصيرة، فترة وجود في المدرسة كانت قصيرة. بس اديله مهلة ثانية بعد ما يخلص كلامه وابدأ كلام حضرتك عشان الصوت ما يدخلش. أول تحدث إذا في مواد طريفة مع الطلاب، مع المدير، مع المعلمين. والله المواقف كثيرة حقيقة، أنا ما أذكر يعني في المدرسة يعني بعض المواقف الطريفة، لكن مما أذكر يعني أنه الدكتور كان شخصية يعني مرحة، شخصية تجد القبول يعني من جميع الزملاء، أيضا الطلاب كانوا يعتمدون عليه في كثير من المواقف يعني، فكان رجل جدي في مواقف الجد، وفي مواقف أخرى تجد منها اللين، تجد منها البشاشة، الابتسامة، الطلاقة. فهذه يعني ابرز الاشياء اللي اذكرها عن الدكتور. فكره الدكتوراه كيف جات؟ ومتى جات؟ وهل قدمتم في نفس اللحظه مع بعض ولا هي صدفه؟ بالنسبه للقبول في الدكتوراه احنا وقتها كنا للتو انتهينا من مرحله الماجستير. طبعا هو سبقني في مرحله الماجستير في جامعه الطائف، تخرج قبلي اعتقد بفصل او فصلين لا اذكر تحديدا، لكن انا اذكر
في نفس الشهر اللي أنا ناقشت فيه رسالة للماجستير وانتهيت من يعني كافة إجراءات المرحلة الدراسية، كان إعلان القبول في الجامعة الإسلامية لمرحلة الدكتوراه في الفترة المسائية. طبعاً إحنا موظفين نعمل في الصباح، لا نستطيع الانضمام إلى البرامج الصباحية بحكم العمل، فكنا نبحث عن فرصة دراسة مسائية. فسبحان الله كانت يعني فرج من الله أنه أعلنت الجامعة الإسلامية تحديدا في المدينة عن برنامج قبول دكتوراه في الفترة المسائية خاص بالموظفين. فأذكر حدث بيننا تواصل في فترة التقديم والإعلان وكذا. طبعا أنا ما كان عندي رغبة للأمان، ليش؟ لأنه أنا إجراءاتي ما انتهت، توي حصلت على الدرجة العلمية لكن لم أستلم يعني الوثائق الرسمية، وثيقة الماجستير كانت في الفترة دي كانت تتأخر يعني أشهر تقريبا، تمر بعدد من المجالس العلمية وبعدد من الإجراءات حتى تصدر، فما كان لدي رغبة. فأذكر حدث بيني وبين التواصل في تقديم كذا، قلت أنا ما عندي يعني رغبة، قال لا إن شاء الله الوثيقة أمرها يسير مقدور عليه وكذا. بالمناسبة الوثيقة يعني حصل عليها موقف يعني أكبر يعني جامعة سأتحدث عنها إن شاء الله. حطنا قصة القبول من قبل الدكتور قبلك هذا الوثيقة. طبعا إحنا سافرنا بنية التقديم، سلمنا الملفات للقسم العلمي في ذلك الوقت كان قسم الأدب والبلاغة في الجامعة الإسلامية، أخذنا موعد لحضور اختبارات القبول والمقابلات الشخصية يعني بعدها تقريبا أسبوع إلى 10 أيام. سافرنا أيضا المدينة مرة أخرى حضرنا الاختبار. فأذكر كنا نحدث بعض في الطريق يعني نقبل ما نقبل، كيف بتكون الظروف إذا قبلنا. يعني أنا شخصيا كنت أشوف أنها مصاعب حقيقة، عقبة القبول في المدينة دراسة مسائية، العمل في الطائف فترة صباحية، يعني الجمع بين الأمرين كان يعني من وجهة نظري كنت أشوف يعني في صعوبة. ولكن كان دكتور أحمد الله يجزاه خير كان يأخذ الأمور ببساطة، كان يعني يعطيني جرعات من التفاؤل، يقول لي يعني لا تشيل هم الأمور إن شاء الله ميسرة وكذا، المهم إن نقبل الآن، المرحلة التالية إن شاء الله لها طبيعتها ولها إن شاء الله الحديث فيها. فكان يهون علي موضوع المصاعب هذه، وإن كنت وقتها كنت أرى إنه أمر شاق يعني كيف العمل في الطائف والدراسة في المدينة في نفس اليوم، كيف يعني نتردد مسافة 500 كيلو كل يوم أو نستقر هنا أو كيف الطريقة. فكانت تدور في أذهاننا أشياء كثيرة يعني مصاعب، لكن الحمد لله تم القبول. بدأنا الدراسة، طبعا كان بالمناسبة كان القبول مشروط لأننا لم نستلم وثائق الماجستير، يعني أنا ما استلمت وثيقتي النهائية الرسمية والدكتور أحمد نفس الكلام. فأذكر يعني بلغونا الزملاء هناك الأساتذة أنه القبول مشروط بإحضار وثيقة الماجستير، فأعطونا مهلة تقريبا قالوا 2 إلى 3 أسابيع ممكن نتجاوز، لكن بعدها يعني صعب يكون القبول إذا لم تحضر يعني وثيقة. فجلسنا 2 أو 3 أسابيع ما استطعنا الحصول عليها لأن الإجراءات كانت تطول في ذلك الوقت. أذكر استدعانا عميد الدراسات العليا الجامعة الإسلامية الدكتور عبد الرزاق الصاعدي الله يذكره بالخير، أنا والدكتور أحمد استدعانا في المكتب، رجل يعني كان رجل سهل ولطيف وفي قمة الأدب والدوم الحقيقة، بلغنا يعني بطريقة مهذبة كذا إنه القبول الآن مشروط بإحضار الوثائق وأنتم الآن باقي ما حضرتوا وثائقكم، الموضوع يعني فيه إجراءات نظامية وكذا. فهو كانت الرسالة اعتذار بلطف يعني. معلش دكتور حاضر، هنرجع عند لما الدكتور عميد ال أو استدعى، نرجع من عند طبعا استدعانا عميد الدراسات العليا
الجامعة الإسلامية دكتور الغزالي الصاعدي الله يكون خير أستاذ، كان وقتها ماسك العمادة في الدراسة الأولى، فذكر لنا إنه قبولكم مشروط كان بإحضار الوثائق، وثائق الماجستير، وإحنا ما انتهينا من وثائق الماجستير، كانت تأخذ يعني فترة في الإجراءات والمجالس العلمية ومجلس جامعة واعتماد وكذا مصادقات مجالس. فالرجل يعني أوصل الرسالة بطريقة مهذبة ومؤدبة إنه اعتذار عن القبول. طبعا إحنا درسنا يعني حدود 3 أسابيع انتظمنا في الدراسة، يعني خلاص وبدأنا في الجد وبدأنا حضور المحاضرات وكذا، ودخلنا في الجو العلمي وكذا. التراجع في الفترة هذه صعب على النفس، وأيضا الانسحاب يعني كان يعني غير مناسب. فكان الدكتور الله يجزاه خير عبد الرزاق قال يعني احنا سعدنا فيكم ونتمنى لكم التوفيق، فهي كانت الرسالة يعني بلطف كذا، لكن يعني من خلال الحديث معه وبعض المحاولات وكذا وعدنا ان خلال اسبوع الى اسبوعين بالكثير يعني طلبنا منه مهلة، والله يجزاه خير يذكره بالخير وين ما كان، اعطانا مهلة الرجل يعني قال خلاص يعني أنا سأتحمل يعني تبعات هذا الموضوع شخصيا وسأعطيكم مهلة من أسبوع إلى أسبوعين بشرط إحضار الوثائق، إن لم تحضر الوثائق القبول انتهى. فقلنا بإذن الله تعالى، خرجنا من عند الحقيقة وإحنا مستائين، يعني كل واحد يحدث نفسه ها أنسحب ما أنسحب أكمل ما أكمل. فكان في رحلتنا العودة نهاية الأسبوع كان هذا هو حديثنا من المدينة إلى الطائف، كيف الطريقة؟ إيش اللي بيصير؟ هل ممكن تصدر الوثيقة؟ ما تصدر؟ طبعاً هنا أنا أتحدث عن جانب التفاؤل عند أحمد. أحمد كان مبتسم بخلافي أنا كنت متوتر من الموضوع، يعني أشوف أن الموضوع فيه ضغط نفسي شوي بالنسبة لي، يعني دخلنا غمار الدراسة وجربنا وحضرنا والتزمنا، الانسحاب أصبح صعب. أحمد كان ماخذ الأمور بأريحية وبساطة، يقول لي لا تشيلها، هذا الأمر إن شاء الله تتيسر، الوثيقة بتجي إن شاء الله. فكان كل ما أتحدث معه كان يقول لي إن شاء الله أنسى الموضوع بإذن الله ما تتيسر. فهذا كان من الجوانب الإيجابية عند الدكتور الله يجزاه خير. طبعا اجتهد هو خلال أسبوع إلى 10 أيام أحضر الوثيقة ومشينا المدينة وسلمها رسمي وقيد رسمي وصدر لي رقم جامعي. أنا باقي ما صدرت وثيقتي مع الأسف، ورجعنا في طريق العودة أنا كنت مستاء حقيقي، وكان يدور في ذهني فكرة الانسحاب لأنه رأيت أن الوثيقة تقريبا ممكن تتأخر أكثر من أسبوعين، ما ودي أحرج نفسي ولا أحرج الدكتور اللي هو عميد الدراسة العليا دكتور عبد الرزاق. فبيني وبين نفسي كانت تدور بعض الهنات كذا، أنسحب ما أنسحب يعني متردد تعرف. فكان الرجل يعني يضغط عليه ضغط كبير جدا، قال لي لا تفكر في الانسحاب نهائي، لا تفكر ابدا، تفاءل، اجتهد، حاول تتواصل مع الزملاء في الجامعه الى ان تحصل على الوثيقه، اما الانسحاب لا تفكر فيه. فكان صراحه يشد من ازري، كان يدعمني في الموقف هذا. جلست سبحان الله قدر الله، وفي ذلك الاسبوع قررت الانسحاب تماما. فاتصلت عليه أذكر حدث بيني وبينه تواصل، قال لي لا تفكر أبدا والله تمشي. قلت يا أحمد أنا يعني وضعي أنت تعرف، ما ودي أحرج نفسي وأحرج الدكتور وكذا، قال لي تروح لا تفكر في الانسحاب أبدا حتى تغلق أبواب الجامعة في وجهك، إذا أغلقوا أبواب الجامعة قالوا لك ما تدخل معذور، لكن الآن لا تفكر في الانسحاب أبدا. فسبحان الله أقنعني بالعقل ورجعت، وقدر الله سبحانه وتعالى بعدها بأسبوع إلى 10 أيام صدرت الوثيقة الحمد لله. تواصلنا مع بعض الزملاء والحمد لله الله يسرها وصدرت الوثيقة وسلمناها وتم تقييدنا رسمي الحمد لله. هذا من المواقف اللي ما أنساها الدكتور الحمد لله يسر فيها. الحمد لله، وثالث إن شاء الله الأستاذ الدكتور الله يعينك وإياكم. إيش كانت مراحل الطريق، السفر، القيادة، المقبلات، حدثنا عن رحلة السفر من هنا. والله كان الطريق تعرف من الطائف إلى المدينة كان فيه مشقة طبعا، سفر
ما في شك. السفر قطعة من الأداء كما يقال. الأصعب من ذلك ليس السفر فقط، ظروف العمل. كنا نعمل في الصباح، يعني كان أذكر الدوام كان وقتها يوم الإجازة الأسبوعية كانت مختلفة عن الآن، كانت السبت دوام. كنا نداوم بداية الأسبوع يوم السبت دوام جزئي، نداوم يعني إلى فترة التاسعة صباحا، ونجتمع في نقطة انطلاق معينة. كنا نوقف السيارات ونطلع في سيارة واحدة نسافر. كان هذا الروتين أسبوعي، نطلع الساعة التاسعة صباحا، نجتمع في مكان التجمع، وبسم الله كل أسبوع أحدنا يعني يتولى قيادة السيارة في سيارتي الخاصة وكذا. طبعا الدكتور أحمد أنا كنت يعني من المفارقات، يعني كان ما يحب يسوق في السفر، كنت أنا أريح في الموضوع هذا، أقول له بس أنت سوق أنا سأكفيك يعني القيادة. فكان ما شاء الله تبارك الله يتربع في المرتبة، وخذ من التصريحات في أي مجال تريد، إن وجدت أنا رأيت مجال رياضي، أنا رأيت مجال ثقافي، مجال إبداعي، مجال ساخر، يعني ما شاء الله تبارك الله منوعات. فكنت أستمتع أنا أقود السيارة وهو يسوق، يعني كان يتخلل ذلك بعض الطرق وبعض المواقف وكذا. الله يذكره بالخير. في مرة من عودتكم من المدينة صار حدث أنت كنت راكب، حدثنا. كان من المواقف اللي أذكرها، كان في طريق العودة، وإحنا يعني كنا نغادر المدينة تقريبا الساعة 10 مساء، يعني حتى ننتهي من المحاضرات وكذا، نغادر المدينة متأخرين الساعة 10 مساء. الصباح بيكون عندنا دوام في الطائف، لا بد إيش يكون يعني الرحلة تكون سريعة. فأذكر في من ضمن تلك الأيام في ليلة كان هو يقود السيارة، كان الرجل يعني يسير بسرعة عالية تقريبا شوي، والله ما أذكر، لكن كان السرعة أكثر من 140 إلى 150 تقريبا. أنا كنت منشغل بشيء في يدي تقريبا، أنا كنت راكب، كنت منشغل في شيء ما أدري هي مذكرة أو شيء أو الجوال، نسيت بالضبط، فما كنت مركز معه بالخط وكنت مشغول. ففجأة انحرفت السيارة من المسار الأيسر إلى خارج الطريق، يعني الرجل أخرج السيارة عمدا. أنا يعني صراحة كان الموقف مرعب، السيارة تسير بسرعة يعني عالية جدا، أتفاجأ أنها خرجت، يعني الإطارين اليسار خرجت خارج الخط تماما، يعني كان في جانب الخط مكسور. فأنا لا إراديا صدر مني صوت، أنا فكر نايم، يعني اللي تبادر بذهني فجأة كده قلت نام. فكنت مديت يدي بأسحب طارة السيارة، فقال لي ما عليك ما عليك ما عليك أنا منتبه، يعني كان ماخذ الموضوع بأريحية بسيطة. أنا حقيقة كان الموقف مرعب بالنسبة لي، يعني خرجت السيارة بهذه السرعة، وتعرف السيارة تخرج من طريق بسرعة عالية، يعني تبعاتها كبيرة جدا. فتفاجأت أنا، فقال لي ما عليك ما عليك بابتسامة، يعني أيضا يعني ماخذ الموقف ببساطة. فخرجت السيارة، هو يعني عرف إن فيه كفر خلفي ضرب الكفر، فهو انتبه الدوري لصوت الكفر، أنا ما انتبهت، ما حسيت بصوت ولا حسيت بأي شيء. فهو أخرج السيارة لأجل المحافظة على توازن السيارة حتى تهدأ، وخفف سرعتها تقريبا حتى أخرجها بطريقة احترافية ما شاء الله تبارك الله عليه. كان يعني تصرف في قمة الحكمة والهدوء، هذا من الأشياء اللي صراحة أذكرها من مواقف الطريق، كان تصرفه فيه يعني نوع من الهدوء والتوازن، ما كان فيه ردة فعل أو ارتباك أو شيء. فهذا من الأشياء اللي ما أنساها يعني. في واحد من الدكاترة سولف لك يا أخي، يعني هو كان رسمي معكم بس كان عنده سؤال يدور في بال الدكتور، إنه التعدد أو الزواج أو أنا عملت 3 ورود 27 قديمة 27؟ أوكي
كت 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 يا ابراهيم.